La figura de Mohamed Ben Abdelkrim el Hatabi es una figura históricamente muy importante en el contexto de la historia española contemporánea. في الأدبيات الرسمية لن تلقى ذكرا مجيدا كالذي يستحقه محمد بن عبد الكريم الخطابي. الفرنسيين درسوا حركة عبد الكريم، حركة تحرير الريف بكل صغيرة وكبيرة. أجانب بيظهروا الشخصيات العربية النضال في كل مكان بيدافعوا عنه، احنا لا. هذا ما قصدته عندما كتبت التاريخ المحاصر أو المحاصر، كل واحد يقرأ كيفما أراد، فهو محاصر من قبل أولئك الذين كانوا يخافون منه، ومحاصر لأنه حاصرهم إلى درجة أنهم كانوا يخشون منه وهو ميت. حتى بعد موته كانوا يخافوا منه، لأنه هو كان كيطالب بالديمقراطية ويطالب بالحقوق الإنسان وبكل شيء. طبعا في ناس ما كانوش بغواش. إن كل رئيس دولة يمحي التاريخ وما يجيبش سيرة اللي فات ما عدا شخصيته هو بس، ده مش مقبول. يعني عبد الكريم الخطابي ده ما تاخدوش كده على انه عبد الكريم الخطابي او راجل ناضر او راجل كافح، ده اسطوره. السلطان الذي كان يحكم المغرب قبل الحماية يعني اتفق مع الفرنسيين ومع القوى العظمى آنذاك على توقيع معاهدة الحماية. شهدت أسرة الخطابي أن هذا المغرب الرسمي يستسلم. عبد الكريم الأب كان معينا من طرف مولاي الحسن من منتصف القرن التاسع عشر ككبير القضاة وقائد محلي كبير. عبد الكريم الأب رأى أن يهيئ أبناءه للقيادة، فبعث محمد إلى القرويين. ثم ذهب إلى القرويين واكتشف أن العلم الذي يقدم في القرويين قد يصلح لعصور الانحطاط ولا يمكن أن يصلح لمغرب يريد أن يتحرك للأمام. ذهب محمد ليدرس في الأكاديمية الموجودة في مليليا، أكاديمية اللغة العربية وتلفيت. وعندما التحق بمدينة مليليا وأصبح هناك أولا معلما ثم صحافيا، وأيضا كان يساهم في جريدة التلغرام ذا الريف. Abdelkrim, sobre todo en la primera fase, entre 1906-1907 y 1914, él está a favor de la presencia española en Marruecos, pero siempre en una penetración pacífica, pacífica y pedagógica. Es decir, algo que pueda aportar al pueblo a elevar su nivel de vida. Él también se puede decir que en principio estaba con la penetración militar. عائلة الخطابية كانت تعتقد بأن الإسبان قد ينفعون الريف
قد يساعدون الريف في النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. ثم تطور به الحال أن أصبح يترجم للمخابرات الإسبانية، وكانت لديه صداقات كبيرة مع كثير من العسكريين ومن السياسيين الإسبان. وصل إلى درجة عشق الحضارة الغربية دون أن تمس كرامة الإنسان من خلال الاستعمار. Yo pienso que Adelkrim tenía la esperanza de que España, un país más poderoso, pudiera de alguna forma civilizar, entre comillas, el norte de Marruecos, introducir carreteras, edificios sanitarios, escuelas, puertos, que tuviera una posibilidad de elevar el nivel de vida. أثر فيه أكثر هو الحرب العالمية الأولى التي رأى فيها المناورات. Y a partir de ese punto una serie de visiones encontradas y diferentes a propósito de la política exterior, a propósito también de política interna de la región. توهم من قبل الإسبان بأنه يتعامل مع الألمان. اكتشف الأسبان أن له ميولا للتصرف بمفرده بحساباته الخاصة. فضلوا يعني أسره وسجنه سنة 1915. أطلق سراحه، وبعد ذلك أخذ يحضر نفسه لمرحلة قادمة لا بد منها. عبد الكريم أدرك أن الاستعمار لا يريد الخير، أن إسبانيا لا تريد الخير لهذا البلد. كان يعرف أيضا ماذا يدور عند الإسبان لأنه عاش معهم، وكان يعرف أيضا طموحاتهم الاستعمارية من أجل أن يعوضوا ما خسروه في كوبا وفي مانيلا في الفلبين. وكان هناك عمل سابق قد أسس له والده، وكان هناك عمل سابق قبل والده أسس له محمد الشريف أمزيان. محمد بن عبد الكريم الخطابي كان قد قاد مقاومة ضد الاستعمار الإسباني في بداية العشرينيات، وبالضبط في 1920-1919. بعد ذلك قتل مسموما. عبد الكريم في البداية لم ينادى به لا رئيسا ولا أميرا ولا شيء، وإنما كان ينادى بالفقيه. بالتالي كان يستطيع أن يكتسب مصداقية لخطابه أمام الجماهير. استطاع أن يؤلف ما بين القبائل وتنسى هذه القبائل الأحقاد القديمة التي كانت تنطوي عليها. بن عبد الكريم ارتفع بمستوى الفكر السياسي في المغرب من مستوى القبيلة إلى مستوى الوطن. كانت أنوال بالنسبة للأسبان كارثة كبيرة، لأنهم فقدوا فيها جنرالات، فقدوا فيها الجيش بكامله. الغطرسة التي كان يمثلها الجنرال سيلفستري أنه كان إنسانا مزهوا بنفسه مغرور يعتقد على أن الريفيين سينهزمون في أول مواجهة، وكان يقول لزملائه ولرفاقه في الجيش الإسباني على أنه بعد يوم أو يومين
سنشرب كأس شاي في دار محمد بن عبد الكريم الخطابي وسيصبح الريف كله تحت سيطرة الإسبان. شحال ماتوا الإسبانيولين الحرائق فانوال كانت مو خنيرن يخلو خنيرن سربوستري بقز من جيبو بذلك كيجري على رجلو قتلوه تم فانوال. استطاع أن يأسر الآلاف من الجنود الإسبان. جيش بكمله 22 ألف نسمة كيمشيو فرمسة عين. قصة كفاح وتضحيات ومعاه الآلاف اللي قتلت واستشهدت دي بطولات تصلح أن تكون نور للأجيال القادمة كلها في جميع معاركها. كيف يمكن لرجل تلقى العلم في القرويين أن يقاتل هذه القوى الطاغية وهو مجرد من العدة والعدد؟ الإسبانيول كان مقوم بالعسكر والمجاهدين يبقى في البرد نهار يومين ما يشربش ما ياكلش راه استنسم عندك الشيء. المجاهدين كاينهم كل واحد بالسلاح اللي عنده عشرات تقرات كيقتل بها عشره اللي عنده 20 كيقتل 20 قلت له ماشي بحال اسبانيول. فعبد الكريم عندما سئل كيف انتصر وهو بهذا الضعف بهذا القلة العددية والضعف في العدد وكذا، قال نعم نحن يعني لسنا فقط ضعفاء وإنما لا شيء، وإنما عوضنا القوة الإسبانية بالقوة الأخلاقية. فالعبرة ليست بالعدد ولا بالعدة وإنما بالإرادة الإنسانية وبالإيمان بحقك في الحياة. حينما كان الناس يتحدثون في الخمسينيات يريدون التسلح وضمان موارد مالية لشراء السلاح يقولوا لهم لا أنا سلاحي عند العدو. استعادة الفوارغ القذائف وإعادة تعبئتها، عمل مصانع لتعبئة القذائف مرة أخرى، والغريب أنه لم يحصل على أي سلاح من الخارج. واخي يقدر ده أنا نذبل نذبل يظل الله غاهر موات كل شيء دور غاهر موات الناس ما بحضرون شان شحر وشان تيخرق عافياني وشان ذبل وشي ذبل السيد عبد الله الجغيم من موالد 1901 بدوار ولاد بوبكر قبيلة بني بوحية. وحسب ما أفادنا به فإنه كان من بين الناس الذين عايشوا تلك المرحلة المعروفة محليا باسم سنتار وريوين والتي يقابلها في اللغة العربية سنوات فرار الإسبان من القبائل تجاه مدينة ميليليا. وقال على أنهم حاصروهم بمختلف المراكز المتواجدة بالريف. لم يكن يكتفي بالانتصار في هذه المواقع ثم ينسحب كما جرت العادة في حرب العصابات، ولكنه كان يحتلها ويثبت أقدامه بها. بعد الانتصار ديال الأنوال والانتصارات التي تلت أنوال، لأن من أنوال وقعت معركة جبل العرويث ثم معركة الناظور ثم حصار مليلية، cuando llega a las puertas de Melilla se para. ¿Por qué? Yo pienso, es una opinión personal,
que si hubiera entrado en Melilla podría haberse producido un baño de sangre y la repercusión internacional hubiera sido muy desfavorable del CRIM. Hubiera suscitado una coalición de fuerzas para recuperar la ciudad. Y Adel Krim creo que lo pensó y lo meditó muchísimo. Por eso no lo hizo. También hay una razón sentimental. Adel Krim es en gran medida un melillense. Adel Krim intenta ganarse a la opinión pública española. Por escrito que el RIF no combate a los españoles ni siente ningún odio hacia el pueblo español. El RIF combate a ese imperialismo invasor que quiere arrancarle su libertad a fuerza de sacrificios morales y materiales del noble pueblo español. Le ruego, manifieste a su pueblo que los rifeños están dispuestos y en condiciones de prolongar la lucha contra el español armado, que pretende quitarle sus derechos y, sin embargo, tienen sus puertas abiertas para recibir al español sin armas. Como técnico, comerciante, industrial, agricultor y obrero. Mohamed Abdel Krim, Agdir, 3 de agosto de 1922. La repercusión de anual del desastre final en España fueron enormes, claro. Fueron enormes porque efectivamente, bueno, fue una derrota terrible, fue una humillación terrible para el ejército. Se formó una comisión de investigación para saber lo que había pasado. Entonces se descubrieron cosas terribles sobre la corrupción del ejército. Cuando se produce la derrota de Anual, no se esperaba. Es una caída en tromba del ejército, es una gran debacle, una gran derrota. Y tiene una repercusión enorme en España, hasta el punto de que cambia todo el sistema de gobierno, se impone la dictadura. بسبب أنوال قامت الديكتاتورية، الديكتاتورية الأولى ديال بريمو دي ليفيرا. الذي ألغى الدستور وألغى كل الصلاحيات البرلمانية. Fue precisamente esto, Anual, tuvo unas consecuencias enormes. Ahora, claro, es verdad que indirectamente tuvo mayores consecuencias aún, porque indirectamente esta dictadura de Primo de Rivera traería a la República. وقع خلل كبير في البنية السياسية وفي المؤسسات السياسية والاجتماعية الإسبانية. وبعد ذلك بدأ العد التنازلي أو الصراع المرير لقيام الحرب الأهلية الإسبانية في 36 التي قادها جنرال عاش في المغرب وهو الجنرال فرانكو. نادرا ما تجد حربا من هذا النوع تواجه جيشا نظاميا في بقعة محددة وليس لديك أي وسائل إمداد أو تمويل وأن يبقى القتال 5 سنوات الواقع أنه كان يستخدم الحرب والسياسة معا بمقدار. مثلا في قضية الجنود الإسبان الذين أسرهم أكرم وفادهم بضباطهم انتظارا للمساومة عليهم وتسليمهم. ليست ثورة بالمعنى حرب عصابات واضرب واضرب، إنما أن يقيم هذا التنظيم القوي وأن يحرك الشعب معاه وأن يجند كل صغيرة ويقيم دولة. عندما وقعت معركة أنوال وانتصر اقترحوا عليه أن يصبح أميرا. أنشأ دولة بمكونات تختلف نهائيا عن المكونات المنصوص عليها في عقد الحماية. السلطان مدين للمقيم العام ويصدر الظاهر، ولكن المقيم العام لابد أن يوقع عليه. السلطان اعتبر على أن محمد بن عبد الكريم الخطابي فتانا ومتمردا. لا أحد يستطيع أن يقول لنا اليوم أن عبد الكريم خرج عن السلطة، لأن السلطة لم تكن موجودة.
كان لابد أن يطلق اسما على هذا الكيان الحكومي الذي أنشأه فسماه جمهورية الريف. Un hombre que tiene la capacidad de saltar de la organización meramente tribal, de fracción, de clan, de tribu, a una configuración estatal y crear la República del Rif, es un hombre de Estado. في تلك الفترة كان بمثابة أتاتورك مصلح سياسي ومفكر سياسي أتى بدستور أتى بهياكل دولة مستمدة من القواعد الشعبية ثم كذلك أصدر مجموعة من القوانين التي تمنع الانتقام وتمنع قانون الثأر اللي كان عرف عند الريفيين وهو نفسه جاء أناس إليه وقالوا له إن فلان هو الذي دس السم لوالدك حتى مات فقال له ما لديكم دليل فعندما لم يجدوا دليلا كافيا لم يحاكم الرجل ولم ينتقم منه فأسس المحاكم والمحكمة العليا وأسس الجمعية الوطنية وأسس حكومة من أجل أن تفاوض أصدر عبد الكريم الخطابي عددا من القرارات تمثلت أولا في وضع مخطط للتعليم ثانيا أصدر قرار بربط الريف بشبكة الهاتف ثم ربط ما بين القرى الريفية بشبكة طرقية إلى حد الآن لازالت مجموعة من الطرق تسمى باسم عبد الكريم الخطابي لأنها تم إنجازها في تلك الفترة قال لنا مرة أنه جمع الناس وقال لهم هذه الحفرة ويعني الريف هي آخر بقعة لم يطأها النصارى لأن في ذلك الوقت نفهم سنة 21 العالم الإسلامي كله تحت حذاء الاستعمار الغربي إلا الريف كان ضروريا أن يبحث عن أصوات في المجتمع الدولي تؤيد الفكرة ديال تأسيس الكيان بن عبد الكريم كان في جنيف وباريس ولندن يريد نهائيا أن ينزع من تصور الرأي العام الغربي حينذاك فكرة أنه متمرد لا الفرنسيين ولا الإنجليز يعني اعترفوا بهذا الكيان بقدر ما وقفوا إلى جانب الإسبان عندما وقفوا في البداية محايدين في المعارك التي وقعت بين عبد الكريم والإسبان أصبحوا فيما بعد خصوصا بعد سنة 1924 يفكرون بجدية على أنه ضروري من القضاء على محمد عبد الكريم الخطابي وفعلا وقعت مناوشات ووقعت حروب ومواجهات ما بين الريفيين والفرنسيين على طول نهر ورغا قبائل مجاورة أصبحت تتعاطف مع ابن عبد الكريم وهنا المقولة الشهيرة ديال اليوطي عندما قال أن انتصار الريفيين وتمكنه من تأسيس كيان إسلامي في شمال أفريقيا سيجعل المشروع الاستعماري كله في مهب الرياح في فرنسا يعتبرون أن اليوطي هو مؤسس المغرب الحديث ولكن عبد الكريم أطرده من خلال هزيمته ومن خلال عجز اليوطي عن تحقيق أي نصر وجيء بجنرال ماريشال كبير انتصر في معركة فيردون في المعركة النهائية ضد ألمانيا اللي هي 1918 وهو الماريشال بيتان استطاع الماريشال بيتان أن يجرد 400 ألف جندي فرنسي وكذلك الأسبان 400 ألف جندي يعني حوالي 800 ألف جندي فرنسا جندت 400 ألف مغربي يعني أولئك المغاربة الذين جندتهم فرنسا كان يمكن أن يحاربوا من أجل استقلالهم من أجل حريتهم من أجل كرامتهم يقول محمد عبد الكريم الخطابي على أن الانهزام كان من الداخل كان من أبناء جلدتي
ثم فوق ذلك عملية الإنزال التي قام بها الإسبان في أواخر الحرب، 111 سفينة حربية تبحث عن مكان لا مقاومة فيه تستطيع النزول فيه مدة 4 شهور. يضرب مش مكان كده، يضرب الفرقاتة من البحار، الديور، أهم شيء إسبانيول عمل اللي قاله لنا عبد الكريم الخطابي. الرجال معي يقاتلون سنوات وننتصر وننكسر وننتصر، إلى أن اجتمعت إسبانيا وفرنسا مع بعض برضو ما همناش واستمرنا. لما عجزوا قذفونا بالقنابل السامة. كان عندي واحد تجارة كتر من الدريوش، دربش قنادل هذيك اللطات الحليب الصغارين، وكيضرب وكيطلقوا له شي دخان، منين كيشوف الارض كيطلقوا شي نسمه، يمشي العينين يبقوا ما يشوفوش. ما قامت به إسبانيا وما قامت به فرنسا يعتبر جريمة ضد الإنسانية، خاصة إذا علمنا أن منطقة الشمال اليوم تعد المركز رقم 1 بالنسبة لمرض السرطان في المغرب نتيجة استعمال تلك الغازات السامة. Es conocido que había utilización de armas químicas. Otra cosa es que conozcamos su impacto, que no lo conocemos. Es decir, España sí, había pilotos españoles que se entrenaron incluso en Estados Unidos en las guerras químicas. في رغبة في النصر وبس، إنما في الشرف القتال. أنا أقتبس عبارة كتب أحد الأمريكيين، قال: لقد انتصرت فرنسا عسكريا وكان المجد للريفيين. لا يمكن لأي قائد أن ينظر إلى شعب يموت يوما عن يوم بفعل القنابل السامة والحارقة التي كانت تقنبل به القرى والمداشير ديال الريف، واضطر إلى الاستسلام. لما اتناقشنا معه وإحنا شبان وبنناقشه يعني طب ليه سلمت؟ وجدت نفسي إن أنا مسؤول عن إن هذا الشعب يبقى ويستمر. قد أهزم أنا ولكن الجيل القادم لا يجب أن يثب، ولازم أديله فرصة أن ينتصر بأن يبقى حي، فأذهب أنا ليبقى الشعب. ده اللي قاله لنا عبد الكريم الخطابي. Pensaba que en los franceses había menos rencor que podía haber en los españoles. عندما استسلم محمد عبد الكريم الخطابي اعتقلوه، قادوه إلى فاس ثم إلى الدار البيضاء ثم إلى جزيرة لاريونيون حيث بقي في المنفى أكثر من 20 سنة. شوف عبد الكريم الخطابي في القرن 20 تستطيع أن تقول أنه الزعيم المناضل الوحيد الذي قاتل في الشمال الإفريقي أكثر من غيره. قاتل بمعنى قاتل، مش يقود القتال من موقع ما، قاتل بمعنى قاتل وسط جنوده. La figura de Mohamed Ben Abdelkrim el Khattabi es una figura históricamente muy importante en el contexto de la historia española contemporánea. No solamente en el norte de Marruecos o en el Rif, sino también en el contexto de la descolonización y en el contexto de las relaciones internacionales. Que lo convierten en un monstruo, en un enemigo profundo, canciones extendidas por el pueblo, puesto que al fin y al cabo son muchos miles de muertos los que caen en anual. Pero fuera de España se convierte en un mito. يكفي أن نظرية العسكرية خصوصاً حرب العصابات اللي هو مبدعها الأول كانت نموذج لتحرير الشعوب، يعني أصبح درساً في المقاومة وفي الحروب التحريرية. شيء مبهر مثلاً أن هذا الرجل اخترع
فكرة مثلا الخندق الواحد، تجد كل مقاتل في خندقه بعيد عن الآخر 20 متر أو 30 متر، وبالتالي إذا جاءت قذيفة فإن قتلت ستقتل واحدا أو اثنين. فبعد 20 سنة فقط من نهاية الحرب في الريف رأينا كيف ظهرت حركات التحرر والمقاومة المسلحة في كل العالم. Y fue un ejemplo para resistencias coloniales posteriores de los años 50 en Asia, en África y en otros lugares. في آسيا مثل ثورة ماو تسي تونغ الذي قال الفلسطينيين لماذا أتيتم تبحثون عن تجربتي وأنا أخذت تجربتي من شخصية عندكم اسمه محمد عبد الكريم الخطابي. المسلمين يقول نحن نستلهم ما قام به ابن عبد الكريم. Y también en esa especie de mito andante que sigue cabalgando después de muerto con películas, etcétera, que es el Che Guevara. مثل Che Guevara, هذا الرجل جاء إلى مصر قصيصا ليلتقي بمحمد بن عبد الكريم عندما علم أن أستاذ أساتذة حرب العصابات موجود في مصر. يبقى نحن في العالم العربي بنهم من مثل هذه الأمور، لكن غيرنا أوعى. هناك شهادة في الوثائق الإسبانية بمقارنة كيف يعاملون أسرى الحروب والثورات في العالم، فوجدوا أن النموذج المثالي هو نموذج محمد بن عبد الكريم الخطابي في معاملة الأسرى أثناء حرب الريف. وجد صعوبة لأن نفي ومعه أكثر من 40 فردا، مجموعة من الأطفال الصغار كانوا قد ولدوا آنذاك، سواء أبناؤه أو أبناء عمه أو أبناء أخيه السي محمد. فكانوا بيعلنوا إن عبد الكريم الخطابي ده سوفاج وبياكلوا بني آدمين، ومثلا يقولوا ده موت ناس كتير جدا. ما يقولوش إن عبد الكريم الخطابي موت ناس عشان دول خدوا بلده بيدافع عن بلده، مش راح لهم. فكانوا بيتفرجوا علينا كأننا وحوش يعني كده. لما احنا ابتدينا نروح مدارس معاهم حبونا جدا، وكل الافكار دي راحت طبعا. الفترة اللي عشنا فيها في المنفى في جزيرة لا ريونيون من سنة 1926 إلى سنة 1947 كانت مزيانة بالنسبة لنا احنا الأولاد، ولكن بالنسبة للوالد وللوالدة والعائلة كلها كان منفى وكان حزن كبير. كان دائما رايح ماشي على رجليه، والحزن كثير في عينيه، هذه أكثر حاجة. وكان دائما في الليل ما يجي يجلس ينعسنا، كيجي ينعسنا في الليل. كانت يحكي لنا قصص الريف، حرب الريف، ولكن بطريقة الأطفال. في البيت بنكلم لغة الأمازيغية، عمرنا ما فقدنا الهوية بتاعتنا، حتى في الجزيرة دي كنا بنتكلم أمازيغ في بيتنا. ensuite quand je vais le mudarisin apprendre le français et l'arabe quand on était même à l'île de la réunion il nous a appris l'alphabet. حفظنا القرآن، بيقول لنا الدين ده مبدأ وأخلاق، فبيحصننا بكده هو. لأن هو كان ساكن في الحتة دي، كانت مزرعة كبيرة قوي، يافطة كبيرة مكتوب فيه غو عبد الكريم، هم سموا الشارع ده باسمه. ابن عبد الكريم كان يشعر أن الفرنساويين حينما أتوا به من الريونيون إلى فرنسا كانوا يريدون استعماله،
ضد محمد خالد، ولذلك آثر ورفض أن يكون دمية في أيدي الفرنسيين، فآثر أن ينزل في القاهرة وأن يقيم فيها. بورسعيد حصل توضيب من الحكومة المصرية أيام الملك فاروق، لجأنا إلى مصر. استقبال الملك فاروق كان أحسن ما يكون ما يمكن. هو أولا حطينا في قصر، مشينا من بورسعيد إلى القصر إنشاس ديريكت، كان قصر دياله وسكننا فيه، جلسنا فيه، ولكن والد ما بغاش يبقى في القصر. تذكرت هذا الرجل وكان قصير القامة نوعا ما، كانش طويل، ان ازاي الرجل ده كان قدامنا عملاق، رغم ان يعني يمكن انا اطول منه شوية، ضئيل جسمه، كانش دقيق، لا تكاد تسمع صوته ولا ينظر اليك الا يعني نادرا، يعني دائما هكذا ونظراته ثاقبة. aparentemente como dijéramos suple, o sea, dúctil y flexible, pero en el fondo, en los principios, no. Es decir, que no. En la forma sí, en la forma sí. كان هادي الطبع لدرجة لا تستطيع أن تتصور أن هذا الرجل كان طائرا في يوم من الأيام أو كان يقود حربا. زي دول الثورة عندهم مش جعجعة وكلام وخطب، ما أكثر أن تستمع إلى أصوات عالية ونبرات وأشعار وقصائد، ولكن تيجي تدرس الحصيلة أو الحصاد تجد لا شيء. رغم أنه هو راجل حرب، لكن في البيت مع أولاده كان عنده عاطفة فظيعة من ناحية أولاده. كان عمرنا ما شفنا حاجة منه، كانت أمهاتنا هي اللي كانت صعبة، لكن هو لا، كان عنده عاطفة من ناحية الناس الغلابة. لو أي حد فقير عاوز يقابله بيقابله بسرعة حتى ولو كان مشغول. كان مكتب المغرب العربي يتألف من الأحزاب الاستقلالية في كل من تونس والجزائر والمغرب، أسندت له بإجماع حركات الاستقلالية في المغرب العربي بأن يكون هو الرئيس الدائم، وأخوه محمد هو النائب الرئيس الدائم، والأمانة العامة هي التي تكون متداولة. إذا كان هناك منهجان، منهج الحركات الوطنية السياسية ومنهج عبد الكريم الذي كان يؤمن بأن الاستعمار دخل بالقوة وعلينا أن نعد له القوة. أدرك واقتنع على أن هذه الأحزاب يعني عمل ديالها ناقص. حاول مع الأحزاب محاولة كبيرة، في هذه المدة ما نفعش. تجاوزها ميدانيا لأنه أسس جيشا أو خلايا لتأسيس جيش التحرير. La idea de Abdel Karim era un proyecto antifrancés para la liberación de todo el norte de África. فكر الأمير بن عبد الكريم الخطابي يكون خلايا ديال المقاومة من الطلبة المغاربيين اللي موجودين في القاهرة. العراقيين فقد تفهموا نظرة بن عبد الكريم و أفسحوا المجال لهؤلاء الشبان. كنا من ضمن حوالي 7 ضباط من تونس ومن الجزائر ومن المغرب، تخرجنا في 51 وابتدينا العمل، ابتدينا التنظيمات وابتدينا كل شيء في القاهرة والتدريب، فتحت معسكرة التدريب ساعدتنا الحكومة المصرية ساعتها في العهد الملكي، وأصبحوا فعلا ضباطا، ثم انطلقوا لتأسيس خلايا لجيش التحرير على ربوع المغرب الكبير.
احنا عشنا معها كنعرفوا كان هدفه نظيف يعني مش انسان كان يسعى الى الحكم وكان يسعى الى التحرير فقط. لما دخلنا المغرب اتصلنا بالاحزاب اللي وعدتنا انه يتذكروا معنا في العمل في داخل المغرب ووعدونا في القاهره ان نتذكروا ونتشاوروا في الموضوع. لما دخلنا المغرب رفضوا رفضا كليا كل الاحزاب. هو يعتبر استقلال المغرب استقلالا انه الجزائر راه تحررت، تونس راه تحررت، علاش المغرب ما يتحررش؟ المغرب راه ظل لحد الان لا سبته لا مليليه لا صحراء، عادي اذا كاين شي جزر ولا شي حاجه. الاطر التي ذهبت الى الريف وهي لا تعرف الثقافة الريفية ولا تعرف اللغة الريفية اضطهدوا الريفيين. وجد الناس أنفسهم يعني تحت سلطة أكثر يعني ظلما من الإسباني أنفسهم هنا مثلا بالريف. وقفوا في طريقه الأحزاب وخاصة حزب الاستقلال. حاولت ميليشيات حزب الاستقلال آنذاك مع جهات أخرى وخاصة مدير الأمن الوطني آنذاك محمد الغزاوي اختطفوا الناس. اختطف الناس، اختطف والدي، اختطف يعني نكاية فينا. خطفوا خالي، قتلوا كثير من الناس، قتلوا بعض العناصر الوطنية كانت انضمت معانا من حزب الشورى والاستقلال. وعبد الكريم في رسالة أرسلها في سنة 57 إلى البكاي يقول لهم هل أنتم حكومة أم عصابة؟ وأخبره بوجود حوالي 76 مركز اعتقال غير شرعي. فإذا الظروف التي مهدت لأحداث 58 كانت إحدى هذه. فهذا الشيء تكدس نفسيا عندنا عند الإنسان المغربي ورد الفعل في الشمال. ثم دخل في خط مباشر مع قائد الانتفاضة آنذاك اللي هو محمد الحاج سلامة مزيان اللي قاد الانتفاضة ديال 58 و59. مطالب الريفيين في ذلك الوقت مطالب شرعية وبسيطة جدا، كالتمثيل المناسب في المجلس الاستشاري، كالتعليم، كالصحة، كإدخال أطر المنطقة، أطر الشمال إلى دوالب الدولة المغربية التي حرموا منها. عبد الكريم كعادته كان يؤيد كل فكرة، كل حركة ترمي إلى تحرير الإنسان. محمد الخامس فيما بعد وخاصة في سنوات 59-60 أدرك أنه أخطأ في حق هذا الرجل، فعندما زار القاهرة ذهب إليه إلى بيته. حدث ألها محمد الخامس له في بداية اللقاء وهو يرحب به أهلا بأبي أبي الأبطال. كان في مشروع أنه يرجع المغرب، اتفاق كان مع محمد الخامس، كانت العلاقات طيبة معاه، وبعدين والدي بيكلمه في منتهى الصراحة ورده كان متجاوب معاه، وكان طبعا كان في اتفاق ان احنا هنرجع. وبعدين لما سافر بعد شهرين توفى محمد الخامس. للاسف الشديد الحسن الثاني لم يزر ابدا لا لما كان وليا للعهد وكان كثير الزياره لمصر، ولا عندما كان ملكا لم يزر عبد الكريم، وعبد الكريم كذلك لم يزره ابدا في اقامته في مصر. هنا بدأ الخصام الحقيقي، أي انتقاد عبد الكريم للدستور الذي قرره الملك الحسن الثاني. كان ضد الدستور لأنه
كان يعتبر أن الدستور ما فيهش كل مواصفات ديال الدستور الديمقراطي. فكان أول رد فعل من الحكومة المغربية هو إيقاف المعاش الذي كان خصصه محمد الخامس لعبد الكريم وأخيه. كان بغي يجعل الوطن كيف ما بغاه، كيف ما كان بغاه دائما في حياته. تقول لك أنا ضحيت سنين حياتي كلها، أحلى سنين ضيعتهم في المنفى، ولكن يحسن نرجع ما نحطش فيها رجلي حتى تكون مستقلة تماما عن أي شيء. لأنه مؤمن بشيء يريد أن يموت عليه، وده الزعيم اللي ما بيطلبش غير أن يؤدي واجبه لبلده. المعادي الأصيلة لا يمكن أنك تحولها أو تحتكرها أو تقضي عليها، ثم أن التاريخ له غاياته ولا يدركها إلا العقلاء. أما الذين لا عقل سياسي لهم ولا استراتيجية لهم فإنهم لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الآنية وإلى منافعهم المادية، وللأسف الشديد